للحديث أكثر عن استمرار مأساة المهاجرين غير الشرعيين العراقيين ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا بك سيد حسين. يعني مع دخول الشتاء لا يزال المهاجرون العراقيون غير الشرعيين يواصلون الانتظار على حدود بيلاروسيا للعبور إلى الاتحاد الأوروبي. السؤال، لماذا تتفاقم أزمتهم من دون تدخل حقيقي من الحكومة رغم إقرار الأخيرة بتعرضهم لانتهاكات؟ ليست مساك الأول الحقيقة. هل حلت الحكومة العراقية أي مشكلة في العراق حتى تحل مشكلة اللاجئين؟ وبالتالي يعني الوضع المعاشي اليوم، آلاف الخريجين العراقيين الجدد والقدامى يعني هم على قارعة الطريق وليس لديهم أي مستقبل أو أي فرصة عمل. فأنت لا تلوم الناس بهذا الاتجاه. نعم. الحكومة العراقية مشغولة في قضايا أخرى، مشغولة في تقاسم السلطة وتقاسم الثروة وتقاسم، يعني هناك عصابة في بغداد وليست هناك حكومة. نعم. سيد حسين، بحسب وكالة رويترز فإن هناك سياسيين بالعراق متورطون في أزمة المهاجرين. السؤال هنا، أين الرقابة الحكومية؟ أم أن حالة الفساد المستشري تحول دون ملاحقة المتورطين في هذه الأزمة؟ يعني كل المتورطين في كل القضايا، أنت أجبت على السؤال، يعني كل المتورطين في كل القضايا هم أيضا يعني لا تستطيع يد القانون ملاحقتهم بسبب الفساد، لأن النظام السياسي نفسه في مشكلة وعور استراتيجي. يعني دلني على فاسد واحد تم محاسبته في أي قضية، في قضايا القتل، في قضايا المجازر، في نعم، كل القضايا المثارة. نعم سيد حسين. نعم. يعني إلى سؤال جديد الآن، يعني هذه المعاناة الإنسانية المتفاقمة يقابلها إصرار غريب من المهاجرين غير الشرعيين في الدخول إلى أوروبا، ما الذي يدفعهم باعتقادك إلى التمسك بهذا الموقف رغم البرد والجوع وانتهاكات حرس الحدود؟ يعني هو باختصار فقدان الأمل. يعني هو يعني ما عنده شيء يخسره إذا رجع إلى بغداد، فهو في حالة يعني أطالة وعوز وفرصته الأخيرة في النجاة هو أن يصل للدول الأوروبية، هكذا يحلم. والأوروبيون في مسألة الهجرة يعني هم في المحصلة النهائية هم سبب مشاكل العراق وغير العراق من دول العالم الثالث. نعم. اللي اليوم بيبيعونا إنسانيات وبيبيعونا استقبال لاجئين. يعني لو يكف الأوروبيون والغرب الاستعماري عن يعني تدمير الدول والمدن واقتصاديات الشعوب كان ما حد حاجر لأوروبا. هذول الأفارقة اليوم بيموتوا بعشرات الألوف بالبحر طمعا بالهجرة لأوروبا. نعم. وقارتهم من أغلى القارات. إلى سؤال جديد الآن، يعني بحسب مراقبين فإن ملف اللاجئين العراقيين هو مكايدة سياسية بين دول وبعضها. هل أصبح الإنسان العراقي ورقة تلعب بها الدول ولو على حساب معاناتهم الإنسانية؟ لا، مؤكد مؤكد مؤكد. يعني الدول تتاجر في مسألة اللاجئين، وليس الدول الأوروبية فقط، الدول العربية نفسها كانت تتاجر في هذا الملف. أنت شوف المهاجرين السوريين أيضا، المهاجرين السوريين في لبنان لا تسمح لهم قوى دولية لا في الأردن ولا في لبنان بالعودة إلى بلادهم. حتى تبقى ورقة سياسية ضاغطة للتفاوض، وقد يكون العراقيون بهذا الاتجاه مستقبلا. نعم. إلى السؤال الأخير سيد حسين، يعني إلى أي مدى ترى أن مأساة اللاجئين العراقيين على حدود بيلاروسيا هي شهادة حقيقية لما فعل شركاء العملية السياسية في العراق منذ الاحتلال وحتى الآن؟ يعني شركاء العملية السياسية هم عبارة عن فلة من الجواسيس والسراق، يعني نفذوا أوامر يعني مجرمين دوليين ودول مجرمة لها مصالح لا تراعي لا حقوق إنسانه ولا تراعي ذمة ولا إلا ولا ضمير. يعني نعم. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف.